احكام التيمم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان، ولكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم، أو يكون الماء موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والتيمم في اللغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت بإجماع الأمة، وهو فضيلة وخاصية لهذه الأمة المحمدية اختص الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. ففي الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها، يعني الأرض، لنا طهورا. فوجوب التيمم عن الماء في أحوال هي: أولا إذا عدم الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء عدمه في الحضر أو في السفر وطلبه ولم يجده. ثانيا إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب أو طبخ أو غير ذلك من حوائجه الأساسية ويتضرر لو توضأ به، فلو استعمله في الطهارة لأضر بحاجته الأساسية بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، فحينئذ يشرع له التيمم بدل استعمال الماء. ثالثا إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. رابعا إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. خامسا إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به فإنه يتيمم ويصلي بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولقصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما كان في سفر فأصابته جنابة
فعنده ماء بارد خشي باستعماله الضرر على نفسه. فتذكر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، تيمم وصلى لأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة أقره على ذلك. ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي، وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباطل الذي قصر عنه الماء، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي، في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح عليه بالماء وكفاه عن التيمم. ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، فلم يكونوا يحملون معهم التراب. فصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح. وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يديه جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، ويبطل التيمم عن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لأن البدل له حكم مبدل. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. أيها المستمع الكريم، هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أهل العلم، ولا تتساهل في أمر دينك، لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام، فإن الأمر مهم جدا. فقال الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، ذلك أن من عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة التي أتى بها في هذه الحالة، لأنه أتى بما أمر به، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.